اود طرح موضوع مهم جدا واعتقد انه يفسر ما وصلنا له من مساوئ وسلبيات في الفتره الاخيره ولا اعرف مدى موافقتكم لي بهذا الراي مؤكد انكم تستغربون مثلي في الاونه الاخيره كثره الحوادث والقتل والمرض والحرق والطلاق والخلافات والنزاعات بين الناس وارتفاع حصيلتها بشكل غير معقول ولا أنكر أنني تخوفت جدا لمدى الكم المتسارع وأخذ مني الكثير من التفكير والتحليل حيث توصلت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي من أقوى الأسباب لن أتطرق لأمور التواصل الغير الشرعي بين الجنسين بل سأسلط الضوء على موضوع يوازيه بالخطورة وهو تعري البيوت وبمعنى آخر هو أنا طالع على البحر مع العائلة مبروك لزوجي السيارة الجديدة أنا بالمول الآن، أولادي بملابس العيد، معزومة عند دار حماي، عشاؤنا اليوم عند دار خالي، هذه الهدية من زوجي. أنا وزوجي في المطار متجهين إلى تركيا. كل هذه المنشورات نراها يومياً، حيث لا نعلم أننا نعري بيوتنا بهذه الطريقة ونكشفها، ولا نلتفت إلى أن هناك عيون حاسدة وحاقدة ومتربصة. كل تلك الامور تفتح ابوابا اقلها الحسره لمن قرا مرورا بالحسد واشدها الموت. يقول الله تعالى: "قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا" هو نبي ويخبر ابنه النبي ويحذره من حقد اخوته فما بالكم بغريب الدار، لنسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، يعني بالعين. وعن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. حافظوا على بيوتكم وأبنائكم من العين والحسد، فأنتم والله تقتلونهم. ارحموا حياتكم الزوجية واستتروا بها. سيخرج شخص الان ويعلق بان الله يحب ان يرى اثر نعمه على عباده، ساجيبه بانه جل وعلا يحب ان يراها بالعطاء لا بالتباهي امام الجميع، فليس هناك اسمى من حياه زوجيه واسريه مغلفه بالسريه، مقدسه بتفاصيلها الدقيقه الخاصه، فروعتها بانها كتاب مغلق لا يقراها ولا يعيشها الا اصحابها فقط.